من بين هذه الزوايا خطت حكايات كل منهم، ما بين الفينة والأخرى تعالت أصوات ضحكاتهم وذرفت أدمعهم شوقا. واليوم جئت أذرف دمع الوداع محملا بذكريات أحتضنها، مكان زاهي بألوانه الباهية، جميعها تبدو في عيني أحادية اليوم. كل شيء يبدو أحادية من هنا، صفقت بحرارة لأنامل خطت إبداعها. من هنا قرأت رسائلا بعثت واستقبلها بريد محبتنا، كان ثمن إيصالها الوحيد أنها رأس المال. أبعث اليوم رسائلا يستقبلها بريد محبتكم، رأس مالنا القديم والمذخور لغد وما بعد غد. أرفع يد الوداع ملوحا، ما كان ذاك اختياري. أرفع يد الوداع ملوحا، ما كان ذلك اختياري. أنا صحت من الفرقة، أنا صحت من الفرقة، وعز الله إنها جات. يسعد عين ما تفارق حبايبها. أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام. في ختام فقرة رأس المال، أنا عادل بن هيف أحييكم بتحية يملأها التقدير وبين قوسين الحزن وبين قوسين تحتها 1,000,000,000 خط الاحترام والمحبة. في البداية دعوني باسمكم مشاهدين الكرام أن نرحب بنجوم هالليلة وكل ليلة، نجوم متسابقين البزنس. الله يحييكم يا شباب.